بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية محمد مرعي بيحييكم ورحب بيكم في حلقة النهاردة. هنتكلم على عملية وضع ملفات الموسيقى ووضع الموسيقى من الكمبيوتر على الايفون، او نقل الموسيقى او الاغاني من الكمبيوتر للايفون او الايباد، اللي هي نفس الطريقة. اول حاجة نتأكد ان احنا منزلين اخر نسخة من الايتونز. النسخة دي مجاني، بتنزل من ابل، يعني بتروح على طول. مثلا لو رحت على الانترنت ورحت على apple.com، بتضغط على ابل وبتروح على الايتونز هنا اهوت، تمام، وبتحمل النسخة، بتضغط داونلود ايتونز وبتطلع هنا. مش شرط تدخل الايميل بتاعك او تكتب الايميل، انت على طول ممكن تعمل داونلود، بيعمل لها داونلود. بعد ما تعمل داونلود بتعمل انستول عادي، بس تأكد ان انت عندك اخر نسخة. بعد كده بتفتح الايتون زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي، وبتوصل الايفون او الايباد على الكمبيوتر، يعني بتوصله بالكمبيوتر. بيطلع لك الايقونه اللي يعني زي ما احنا شايفين هنا كده، ايفون او ايباد اذا كنت بتستعمل ايباد. بالنسبه للاغاني، لو بلاقي عندي هنا في القائمه فوق في الايتونز، في هنا سونجز اللي هي الاغاني، والالبومز والارتست والجينرز والبلاي ليست. بالنسبه للسونجز، انت طبعا اول ما الايتونز بتفتحه بيحاول يعمل عمليه سكان للكمبيوتر عندك، او بيسالك ان هو يعمل سكان، وبيبدا يشوف كل الملفات اللي موجوده عندك اللي هي الاغاني، بيحطها على الايتون في قائمه السونجز هنا او الاغاني هنا. طبعا في حاله ما انت مثلا، يعني مثلا فرضا انت عملت انستول الايتونز وبعد كده جبت اغاني تانية، يعني مثلا لو انا جبت اغاني من موقع، مثلا خلينا مثلا نروح على موقع نجيب مثلا اغاني علشان نشوف العمليه بتتم ازاي. لو رحت على موقع مثلا زي موقع اسمه يلا مثلا بتاع تحميل اغاني، يلا هو ميوزك اهوت، لو انا رحت على الموقع ده ورحت مثلا خدت كانتري مثلا ايجيبت مصر اهيت، ورحت على اي مطرب، انا طبعا يعني خلينا مثلا اهيت اسمها امينه، هو بنروح بقف على اي اغنيه من الاغاني ديت وبعمل هنا داونلود. يا بعمل داونلود هنا اهوت، بضغط على كلمه داونلود ديت اهو، بياخد حوالي، بيعد حوالي 15 ثانية وبينزل لي ملف ام بي 3، بينزل ملف ام بي 3، بحيث ان انا ايه الملف دوت بيبقى عندي على الكمبيوتر. طبعا لو انت عايز تستمع له على الانترنت بتستمع على الانترنت، انما دلوقتي احنا بنشغل على ايتونز فننزل البرنامج الموسيقى اهو. بلاقي عندي الملف نزل تحت اهو، تمام، فيني انزل اكتر من اغنية عشان بس نشوف الايتونز. خليني اقفل دوت، انا بس عشان الوقت نزلت شوية أغاني اهوت موجودة عندي اهوت في ملف فولدر اسمه ميوزك. بعد كده طبعا قبل ما تبدأ تحط الأغاني، قبل ما تبدأ تحط الأغاني يعني تعمل حاجة اسمها تنظيم شوية أو أورجنايز، بتروح على البلاي ليست اللي هي موجودة دي. البلاي ليست ديت بتنظم لك الأغاني، يعني ممكن أنت مثلا لو أنت بتعمل أغاني مصري، أغاني لبناني، أغاني سوري، أغاني مغربي، تونسي أو وريفر، يعني بتحاول تنظمها بحيث ان انت سهل ان انت توصلها. تحت مثلا الاغاني المصريه، اغاني شعبيه، هي اغاني قديمه، اغاني جديده وكذا. فبنظبط العمليه دي ازاي قبل ما نبدا حتى نحط الاغاني على الايفون. بروح تحت هنا بلاقي علامه الزائد ديت، بضغط عليها بيطلع لي حاجه اسمها نيو بلاي ليست، وتحتها برضو نيو بلاي ليست سمارت بلاي ليست وبلاي ليست فولدر. بضغط على بلاي ليست فولدر، طبعا هو مش شرط تضغط على بلاي ليست فولدر، ممكن تختار نيو بلاي ليست على طول، انما عشان بس التنظيم بقول مثلا نيو بلاي ليست فولدر اهوت، بعمل مجلد جديد طلع لي فوق اسم اهوت، بكتب مثلا اقول اغاني مثلا مصري او مثلا ايجيبشن، سوري اهوت ايجيبشن سونجز مثلا، بضغط انتر. بقى عندي فولدر اهوت، تحت الفولدر دوت اللي هو الاغاني المصريه، عايز احط مثلا بلاي ليست مثلا اغاني شعبيه مثلا، او مثلا اهوت بقول مثلا نيو بلاي ليست، واسميها مثلا اولد ميو اولد اولد سونجز مثلا، اولد ميوزك وات ايفر اهو، تمام. هنا لما عملت نيو بلاي ليست هنا بكتب ضن ان انا عملت الاسم تمام اهوت، تمام، الاولد سونج هي دخلت تحت الايجيبشن سونجز، تمام. فرضا مثلا انا عايز اعمل مثلا اغاني حديثه، بروح برضو طبعا على الايجيبشن سونجز، بضغط تحت هنا بقول له نيو بلاي ليست.
هنا طبعا بكتب اهوت مودرن سونجز مثلا واضغط انتر. طبعا قبل ما اضغط دن المره دي، في تحت هنا في مكان فاضي اهوت للاغاني اللي انا بسحبها. طبعا انا دلوقتي اتكلمت، انما لو انت الاغاني او الايتونز عمل سكان او مسح الاغاني اللي عندك كلها على الكمبيوتر وحطها هنا، فيك تسحبها من هنا. يعني فيك تختار مثلا دهوت ودهوت، تمام، او دهوت، تضغط مثلا كنترول على الكيبورد لو انت بتاخد اغاني غير مرتبه، وفيك تسحبها هنا. انما طبعا انا في الحالات دي مثلا عندي الاغاني موجوده اهيت على فولدر خارجي، بضغط عليهم تمام، واقوم ساحبهم هنا على البلاي ليست ديت اهوت، تمام. سحبت الاغاني هنا على البلاي ليست. لو انا طبعا لما بضغط ضن هنا يعني تم اهوت، بلاقي هنا ان انا عندي تحت الفولدر هو ايجيبشن سونجز، طلع لي عندي حاجه اسمها مودرن سونجز، وموجود تحتها الاغاني هي. طبعا لو انا رحت على السونجز بلاقي الاغاني ديت اضافت اوتوماتيكلي هيت. لو رحت على البومز هلاقي عندي هنا النون البومز، لان في بعض الاغاني طبعا الايتونز ما بيعرفش يتعرفها، بالذات الاغاني العربي اللي هي نازله بتنزل سينجلز يعني او فرادي. لو رحت على البلاي ليست بلاقي عندي البلاي ليست هنا. طبعا دلوقتي انا حطيت الاغاني على الايتونز، دلوقتي محتاج ان انا انقلها على الايفون، كويس. بروح هنا على ايقونه الايفونز فوق هنا، بضغط على الايفونز، وبروح هنا تحت على ميوزك، بضغط على ميوزك. وهنا طبعا هنا لو انت عايز تعمل سينك او نقل لكل الاغاني اللي موجوده عندك على ايتونز على التليفون، بتقول له سينك ميوزك، وبتختار انتاير ميوزك لايبرري. انتاير ميوزك لايبرري ديت اللي هي مكتبه كل الاغاني اللي عندك. يعني لو عندك مليون اغنيه موجوده على الايتونز، هو بينقل الاغاني ديت على التليفون. لو انت عايز تحدد بالظبط ايه البلاي ليست او الاغاني اللي انت تحطها، في بتختار هنا تضغط على سيلكتد بلاي ليست ارتست البومز اند جينرز. هنا بضغط على سيلكتد بلاي ليست، تمام. وبعد كده بختار انا انهي بلاي ليست اللي انا محتاجها. مثلا لو اخترت ديت بقول له عايز ايجيبشن سونجز، بختار على طول مودرن سونجز. لو لاحظنا ان الاولد سونج ما طلعتش لان ما فيهاش اصلا اغاني، ما فيش تحتها اغاني، انما لو انا حطيت في اغاني بتطلع. بعد ما بعمل كده بقول له ابلاي دهوت، بتطلع على الرساله ديت، بيقول لي طبعا ان هو الايفون لو انت عندك اغاني تانية هيقول لك مثلا هنشيلها. بقول له ريز اند سينكس سينك، يعني يعمل تنظيم للاغاني اللي هي الجديده اللي انا ضفتها. في الحاله دي هو طبعا بيعمل باك اب، يعني هو طبعا بياخد بعض الوقت لان في بيعمل باك اب لحاجات تانية غير الموسيقى. انما بعد ما بيخلص بتلاقي الالبوم اللي هو اللي انت عملته دهوت، اللي هو بتاع ايجيبشن سونجز او المودرن سونجز او الاغاني اللي انت ضفتها، اتنقلت على طول عندك على الايفون او الايباد اذا كنت انت موصل الايباد، تمام. دي الطريقه سهله وسريعه ان انت ازاي تنزل اغاني من الايتونز، وبحيث ان انت تنظمها وتبقى عندك منظمه. يعني يعني بدل ما تحطها كده مثلا من غير ما يكون مرتبه، تحاول تعمل فولدرز ليها وتقسمها، سواء عندك مثلا اغاني او عندك قران او حاجه كده بتقسمها، وفي الحاله دي بتبقى سهله بالنسبه لك. طبعا زي ما قلت ان في طرق كتيره جدا ان انت بتنزل بقى اغاني او بتنقل بيها اغاني من الكمبيوتر للتليفون. انما طبعا ما دام ابل منزله الايتونز وهو فري مجاني، وفيك تنزله من على الويب سايت بتاعهم من غير اي خوف اذا كان في فيروس ولا حاجه، فبتنزله بتعمله بالطريقه اللي احنا شفناها ديت. اتمنى ان يكون الموضوع سهل وبسيط، ويا ريت لو اذا كان في اي سؤال او استفسار نحطه تحت عندي. واذا يعني حبيت الفيديو ده يا ريت نعمل سبسكريبشن للفيديو عشان يوصلك كل جديد. مره تانية اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.